السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن أحد النباتات اللي نحتاجها في أحد العلاجات المهمة وبالاستخدامات اليومية. اليوم الحنظل هو موضوعنا، هذا طبعا جاف. الحنظل له أسماء، منها العلقم، المر، الحنظل، هاي أسماء دارجة نداولها مجتمعنا. الحنظل يستخدم الداخلي وخارجي، والشيء أو الجزء المستخدم من عنده هو اللب مالته والبذور. القشور خارج قوس استخدام منها السنسولف بي. الاستخدام الخارجي ما تكون الحنظل خضرة، بعدها ما تكون خضرة نعصرها نمسح بيها مكان عرق النسا المفاصل، علاج فعال لهذا الشيء. مش ما تكون بعد طازجة خضراء، كل زينة لهذا الشيء. الاستخدام الداخلي لازم نكون دقيقين به إلى أبعد الحدود. عندنا الحنظل الاستخدام الداخلي، ويعتبر هو الحنظل ملين ومسهل قوي، لازم نستخدمه بس بالحالات الخاصة، وهو الإمساك المزمن فقط. الإمساك المزمن فقط، طبعا هو ينزل هم من نسبة السكر بالنسبة للاستخدام الداخلي، لأن هو يهيج ويسبب أوجاع بالمعدة والقولون. مهما كانت القياسات ما والجرعات يسبب هذه، لازم تكون الجرعات كلش قليلة. هسه راح نتكلم بيها. هذا الاستخدام الداخلي والخارجي. الزيت مالته او القشور مالته المطحون مالتها يستخدم كمدرر للبول، اجلكم الله. الزيت مالته يستخدم لمعالجة الاضطرابات الجلدية، الجرب الجلدية والجرثومية، طبعا الجرب وما شابه، اي مشاكل تطرأ على الجلد يستخدم الى الزيت مالته. اما احنا طريقة الاستخدام مالته، طبعا البخور مالته يعالج البواسير، حال اللي عنده بواسير يعالجه، يتبخر به مكان البواسير، يتبخر به الدخان مالته يعالجه او يعتبر مهدئ. اما كاستخدام احنا نريد نستخدمه، اذا كان استخدامه فقط هو بس فقط هو الحنظل، الاستخدام الجرعه مالته غرام ونص، اللي هي ايش كثر؟ حمصه، قد الحمصايه، هذا الغرام ونص. أما استخدامه مركب مع أعشاب ثانية لا، يكون ربع غرام، اللي هي شقد؟ نص حمصة. نص الحمصة نخلطها مثلا، نريد نعالج مثلا المساك المزمن، ناخذ مثلا لنفرض كقياسات، ناخذ مثلا 50، مثلا ناخذ 100 غرام سناوين، 100 غرام قطونة، بذور القطونة، أو 100 غرام بذور الكتان. بالنسبة للحنظل هذه القياسات نخلي 25 غرام، أو نخلي الربع ذني ينخلطن، وتأخذ من عدهن قدر الحمصة تستخدم استخدام داخلي من المخلوط أو المطحون هذا كله. واحدة لازم الجرعة مالته غرام ونص، طبعا بالحالات قلنا الخاصة. استخدامات الحنظل حلوة وش ما تكون صحيحة تنطي نتيجة، واللي هي تنطي نتائج عكسية إذا يكون الاستخدام بجرعات قوية أو كبيرة. قلنا يسبب الإسهال، يسبب الألم، هيجان بالمعدة والقولون. طبعا هو يعتبر هم منزل للسكر، بس لازم ينخلط مع أعشاب، مثلا ينخلط ويا الحلبة، نوم بصرة مطحون، حبة سودة، كزبرة، كل زين ينزل السكر بالنسبة لمرضى السكر. طبعا قلنا القشور مالته نطحنها، يستخدم ككبسول، هنا هذا يستخدم كمدرر للبول، أجلكم الله. هذه استخدامات الحنظل، عشبة مفيدة وغير مكلفة، وأتمنى إن شاء الله فدتكم بهذه العلاجات البسيطة وفوائد هذا النبات المهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.